ومتحرك. رواد مقهانا الأعزاء، عندما انطلقنا في هذه التجربة في السنة الماضية لم يحركنا إلا الجانب البيداغوجي والمتمثل في إعطاء تلامذتنا صورة عن الأنماط التمشيطية الثقافية، ولكن مع نجاح التجربة والحمد لله ندخل غمار مقهانا الثاني بشعار المشاركة في تقريب مبدعين ومثقفين من ساكنة المنطقة عموماً ومن تلاميذ مديريتنا خصوصاً. أن يجلس تلميذ على نفس الطاولة مع مبدع يعني خطوات ضوئية في مساره الإبداعي، والمقهى من هذا المنطلق حفل ميلاد لأكثر من فنان قادم ومبدع حالي، وبغد أفضل وبصورة جديدة لمغرب المستقبل. لهذه المعاني ولتلك الاعتبارات، واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية، نرحب بكم في هذه الفسحة الثقافية التربوية، ونشكركم على تلبية دعوتنا رغم انشغالاتكم المتعددة، وهو الأمر الذي لا يمكن لأحد اعتباره جديدا بالنسبة لكم. فمنكم المثقف العضوي الذي اعتبر قضايا شعبه ووطنه اهتماما أساسيا، ومنكم المربي الذي أمضى زهرة شبابه متعهدا للنشر محفزا للقدرات والكفاءات، ومنكم الباحث الذي اعتبر قضايا التربية والثقافة أس مشروعه المجتمعي، ومنكم ما لا يزال يحمي طفولته ويبتسم للمستقبل في عيون الصغار. مرحبا بكم وبصحة طيبة.